يقول: وهل هذا الحديث صحيح؟ صوموا تصحوا. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بعض كتب السنة، وإن لم يكن سنده بالقوي، ومعناه صحيح، أن الصيام فيه صحة للبدن، لأنه يمنع الأخلاط التي تسبب الأمراض، وهذا المعنى يشهد به علماء الطب، والتجربة أكبر برهان على أن الصيام فيه صحة للأبدان. نعم. بارك الله فيكم.